التقرير اللي جاي معانا ده تقرير حلو حلاوه حلو ده انتوا هتستمتعوا بيه استمتاع، تحديدا صحاب المتجوزين. ركز معايا، انت مش متجوز؟ في ناس بعد ما بتتجوز يكون بتلعب كوره بقى وايه وماسكين مراكز الشباب وفي الشارع وفي الانديه ومكسرين الدنيا، اول ما يتجوز انتخى بقى مش هنلعب بقى تاني رياضه ومش هنلعب كوره وخلاص. ففي ناس فكرت فكره لطيفه لذيذه للناس اللي متجوزين، اللي بعد ما بيتجوز كده بقى ايه بيأنتخ في البيت واللي عايز ياكل ويشرب وينام ويكرش والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. قالوا لهم لا، تعالوا نجمع بعض احنا المتجوزين ونلعب كوره بتاعت متجوزين. يعني ايه كوره بتاعت متجوزين؟ هنعمل كده، هنعمل بطولات كبيره، بشرط انك عشان تيجي تلعب معانا في البطوله الكبيره دي تكون متجوز. طب ما انا اضحك عليك، لا يا فندم، هتجيلي ببطاقتك مكتوب فيها ان انت متجوز، هتجيلي بشهاده الجواز، بس ما اتاكد ان انت متجوز. طيب عملوا ايه بقى؟ عملوا 80 فريق، عملوا 80 فريق، عملوا دوري اسمه دوري العالم، هم سموه كده دوري العالم، من القاهره لدمنهور، القاهره واسكندريه ودمنهور، وسموا الفرقه دي بقى ايه؟ مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، ريال مدريد، برشلونه، وبداوا يتنافسوا. بداوا يتنافسوا، عدد كبير بقى من اللاعبين. انت بتتكلم لازم يبقى فوق ال 30 مبدئيا، لازم يكون سنك فوق ال 30. وبيشارك فيها كام بقى واحد الفكره دي او البطولات دي؟ 30,000 لاعب متجوز. يبقى سنك فوق ال 30 لازم تبقى متجوز تيجي تلعب معانا بقى في مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونه، بس تديني شهاده الجواز او تديني بطاقتك مكتوب فيها ان انت متجوز، تخش تلعب معايا على طول. تخيل الفكره دي ليها شعبيه كبيره جدا جدا، محدش واخد باله منها. بقول لك 30,000 واحد بيشاركوا، 30,000 واحد. اي واحد 30,000 واحد متجوز، هو اصلا مش هو في 30,000 واحد لسه متجوز؟ ماشي، 30,000 واحد متجوز، ف 30,000 واحد متجوز بينزلوا يلعبوا كوره. ان شاء الله كده كده مراتي مش هتبقى بتتفرج عليها تكون نامت. نروح لفاصل وبعد التقرير، هنروح للتقرير وبعده الفاصل، وبعد كده نرجع مع الكابتن الكبير كابتن محمود عبد الحكيم، خليكم معانا. كرة متجوزين يعني هو حاجة زي ما تقول كده ايه الـ الـ الاحتياج، يعني زي ما بيقولوا كده حد بيحتاج حاجة فبيدور ازاي يلاقيها وازاي يخترعها يعني. فكان في احتياج بالنسبة لي ان انا العب كورة، وان انا يعني في بعد مثلا 30 و40 سنة ان انا ما لعبتش كورة من زمان، فنفسي العب على ملعب 11، نفسي ان انا ارجع تاني، خاصة طبعا ان انت عارف بقى مشاغل الحياة بعد الجواز وكده بتخلي الاصحاب مثلا تيجي تتصل بيهم عايزين نلعب، لو بتلعب خماسي هيقول لك طب انا جاي بكره مثلا، لا بعده، خليها الاسبوع الجاي، انا سافرت، انا مش عارف ايه، فبتلاقي كل الناس طبعا مرتبطه باشغالها وكده يعني. فطبعا بدات ايه احاول العب مره مره بعد شهرين عشان العب، فبدات ايه الفكره تجيلي من ايه من كده، طب انا يبقى في ناس زيي اكيد عايزه تلعب، طيب انا عايز اخس وانزل اتحرك شويه، لان طبعا الجيم بيبقى ممل شويه. فما ولعبه كره القدم زي ما انت عارف ان هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر خاصه يعني، فنفسي ان انا العب على ملاعب 11. فبقول ايه لما كنت ببص بتفرج على المحترفين اقول هو احنا ليه ما بيتعملناش بطولات زي المحترفين، بمعنى في مثلا المصارعه محترفين وفي هو في مثلا الكاراتيه محترفين وفي هو كمال الاجسام هو بطوله عالم الهواه وبطوله مثلا مستر اولمبيا اللي بتتعمل طبعا ايه وكسبها بجرام يعني. فطبعا قلت طب ليش معنى الكوره؟ هل الناس ديت احنا نفضل جماهير طول عمرنا كده؟ يعني حاجه غريبه فعلا، طب ليه الناس ما بتلعب على بشكل بسيط بطولات لذيذه وخفيفه؟ ليه؟ فدورت طبعا لقيت الموضوع مقفول، يعني هو محترفين بس، يعني احنا جمهور يعني. صحيح. فطبعا الموضوع استفزني، يعني حسيت ان ازاي يعني العالم كله ما بيعملش بطولات للناس دي، واكيد كل الناس بتحب تلعب كوره حتى لو بشكل فاني يعني. فجت لي بقى الفكره من هنا يعني، فقلت خلاص هشوف كده اجمع. فاستخدمت طبعا الفيسبوك، يعني هو الوسيله طبعا الاجتماعيه في مصر للتواصل مع الناس، ساعدني كتير جدا يعني. فقلت خلاص اعمل اسم ايه الجروب، فانا طبعا متجوز اكيد متجوز عايز يلعب وينزل وزنه، فجت لي الفكره بقى ايه اللوجو ان هو بكرش، فيلا ايه يلا نلعب كوره متجوزين بكل بساطه يعني، فونزل كرشك واللعب للترفيه.
فطبعا بدات بقى ايه من خلال الفكره ديت ان انا اجمع الناس يعني. فعملت بقى اعلان ممول يعني، لقيت الناس ما شاء الله يعني في كبت رهيب يعني، كله بقى عايز يلعب. جمعت مثلا 5-6 فرق في يومين، فلقيت ما شاء الله عدد، انا نازل العب يعني. ايه ده في ده نادي بدانا. قفلت بقى على كام فرقه كده في الاول، لقيت كل الناس تقول لي طب ما تكبر ومش عارف ايه ونعمل دوري. قلت لهم ماشي، عشان بس المنافسه والشد والجذب بتاع الكوره، احنا جايين فاني كده يعني. لقيت الناس متحمسه اكتر للموضوع، ان هم عايزين يعملوا دوريات وكده، نبقى ايه بشكل احترافي، كان في يعني كبت والناس عايزه تخرج الطاقه اللي جواها. فبدات بقى ايه اكبر الفرق واعمل بقى ايه دوري شامبيونز ليج الاوروبي للمتجوزين واليوروبا ليج وشعار دوري العالم. دوري العالم ده في عندنا ما شاء الله 80 فرقه، وعندنا فرع في اسكندريه وعندنا فرع في دمنهور، دول الثلاث محافظات اللي انا عملت فيهم كره متجوزين. واحنا من 2016 على فكره كمان، يا ده من بدري. من 2016 بس بقى عشان شغل الواحد ما كانش متابع شويه، لكن الفتره السيزون الاخير ده احنا متابعين جامد يعني. كان الكورونا دخلت علينا الكورونا فوقفنا سنتين، كنا بنيجي بشكل بسيط كده، لكن السنه دي السيزون ده قوي جدا يعني في كره متجوزين يعني. انا كنت بسرش كده على الفيس ولقيت فيه كوره متجوزين، فقلت اشمعنى يعني، فدخلت شفت واحد بكرش كده في الاعلان، فانا ما يأستش ان عندي كرش وجيت، والحمد لله جيت ولقيت الناس كلها موجوده والفكره جميله، وجيت وجبت ناس ولعبنا وعملنا فريق، وموضوع جميل قوي بفضل الله. انا باجي تقريبا، انا باجي لو انا مش فاضي باجي كل يوم، لو انا فاضي وموريش حاجه باجي كل يوم، وفي ميعاد ماتشات باجي يومين في الاسبوع تقريبا. بجيب الاسره في الوقت المتاح، الاسره كلها بتيجي معايا، لان عندنا هنا زي ما بنقول جروب الاسره، كلنا نقدر نيجي في امان ومتاحين كلنا بالرفاهيه ونستمتع بالمكان، واماكن كتير وملاعب كتير بتاعتنا، فبنقدر نجيب معانا عيلتنا واصحابنا. وحاليا جبت اصحابي كتير قوي، بقى عندي هنا اكتر من 80 شخص اصحاب واخوات في الجروب. من ساعه ما قريت الاعلان في على الفيسبوك عملت اضافه وضفت على الفريق بتاع مانشستر يونايتد، بقيت انا الليدر بتاع الفريق يعني، بتابع بقى الماتشات وبنعمل القائمات وهكذا. فرق معاك وجودك فين؟ بتلعب كوره حتى بعد ال انا كان امنيه حياتي ان انا العب على ملعب 11، لان انا طول عمري بلعب ملعب خماسي يعني، فريق الشركه يعني كشركتي انا في دوري شركات كره خماسيه، فانا حارس المرمى بتاع الفريق، فملعب 11 طبعا اول مره العب عليه، فعالم تاني خالص، فيعني احتكاك كويس وتجربه كويسه، وعملنا صداقات جميله والحمد لله تمام يعني مفيش مشكله. انا بخلص الساعه 8 وبنبدا هنا دايما الساعه 10 يعني. دي كل يوم؟ احنا لينا ماتش كل اسبوع. كل اسبوع؟ فاحنا دايما ملتزمين يعني، الحمد لله تمام. الحمد لله تمام، عملت صداقات كتيره، اول مره اتعلم يعني تتعرف على ناس جديده. لا جروب تمام الحمد لله. بص حضرتك، انا منضم في الجروب من 2015 تقريبا او 2016، في بدايه الجروب ما اتعمل. كنت عرفته عن طريق الفيسبوك وتواصلت مع كابتن عماد ولعبت، ومن ساعتها واحنا بنلعب مكملين مع بعض لحد دلوقتي. انا كان ساعتها مثلا عندي 33 سنه، انا هو 40 دلوقتي، رقم برضه. انا ماسك دلوقتي، انا ليدر فرقه ايفرتون وليدر فرقه الشباب الارجنتين، ماسك الفرقتين اللي هي في الاسبوع ماتشين في ملاعب بقى مختلفه، هنا ملعب باسوس، ملعب المستعمره، ملعب الويلي. فدلوقتي معايا فرقه في الشباب من سن 16 لحد 30 تقريبا، فيهم حاجات مبشره كويسه. انت كان امنيتك تلعب اصلا كوره ولا؟ انا كنت هبتدي العب في شارع الدخان، لان انا ما بلعب في شارع الدخان، كنت هلعب في شارع الدخان بس ما حصلليش النصيب الحمد لله. فلما تلاقيت الفرصه هنا فربنا كرمني وكملت هنا يعني. انا سردباي، بلعب سردباي. لو متابع معانا الماتش هتلاقي فين الديه في الملعب. غير كده وكده الجروب بيحكموا النظام، فتحس انك في دوري يعني، دوري. هو احنا في دوري فعلا، حكام زي ما انت شايف كده، دوري. اللعيبه كلها محترمه بعضيها، اللعيبه كلها بتطلع اللي عندها، لان كل واحد في شغله مضغوط، فبيجي يطلع بقى اللي هو يفسد شويه في اللعب هنا. لعبنا فترة كويسة جدا مع كابتن عماد في الجروب القديم لحد ما حصلت بعض التغييرات كده والدنيا هديت شوية، رجعنا تاني. فكرة دي طبعا فكرة، أنا واحد كنت بلعب كورة، وكنت بلعب كورة من فترة كبيرة من زمان، مدرسة كورة الزمالك، قعدت فترة كبيرة جدا دوري درجة رابعة. أول ما بطلت على طول وسمعت على الموضوع الجروب ده، طبعا
هي فكره ان الواحد عاوز يلعب مش عاوز يقعد في البيت. رجعت على طول كلمت كابتن عماد الحمد لله لعبت معاه. فعلا الجروب مش مخلي حد بيحب الكوره يبطل لعب الكوره. اليوم اللي بيبقى فيه ماتش كوره تحديدا فعلا الواحد بيبقى متحمس اكتر حتى لو هو في الشغل، فبيخلص يومه في شغله وبيجي على هنا على طول. اذا كان بقى بيخلص متاخر في حاجته كلها معاه بيجي على هنا. الحمد لله انا من ضمن الناس برضه 35 سنه واعتبر من اصغر الناس اللي هو كليدر فريق. ففكره كليدر فريق دي انت معاك فريق برضه ومعاك الناس بتاعتك، فحاجه كويسه جدا. الناس اللي تعرفنا عليها كلها هنا، كابتن سمير برضه من اللي كان بيسجل مع حضرتك، كابتن سمير ده من اقدم الناس اللي كانت موجوده. احنا الموضوع مش واصل كصداقه، لا الموضوع واصل لاخوه. كابتن عماد طبعا اخ كبير واخ فاضل لينا، كابتن حماده، ناس فعلا اللي موجوده هنا الموضوع فيه ما زالت ناس فيه اسريا وتعافى على بعض، ولسه بسبب الجروب هنا تعافوا هنا في الجروب بعيدا بقى عن الشغل وبعيدا عن الكلام ده خالص. لا هنا معرفتنا في الجروب هي فعلا مكمله اسريا، مش بس مجرد لعب او ساعتين اللعب وبعد كده بنتكل على الله. طبعا اللي محببنا واللي مخلينا مستمرين في الموضوع دوت الخدمات اللي بتتقدم لنا، النظام بتاع الجروب من اول ما اتعمل لحد دلوقتي. القواعد كابتن عماد اهم حاجه عنده سلامه اللاعبين، ده اول شيء قبل اي حاجه، فحاطط قوانين صارمه محدش بيتعداها ولا حد بيتعداها بيتوقف. طبعا قوانين مثلا جروب زي ممنوع الستارز. ليه ممنوع الستارز يا كابتن محمد؟ عشان حضرتك انت عارف كلنا عندنا شغل تاني يوم، فانت عارف الستارز بيبقى مثلا ممكن يأذي حد، ممكن يعور حد، ممكن الكلام ده، فمنعين الستارز خالص حفاظا على اللاعبين. التاكلين برضو نفس القصه، ممكن حد يعمل تاكلين لا قدر الله يتعور الكلام ده. فاحنا بنحاول كابتن عماد بيحاول على قد ما يقدر يحافظ على اللعيبه بقدر الامكان. في خدمات طبيه، اسعافات اوليه زي الثلج الطبي، في زي بيدادين بينج، في دكتور معانا لا قدر الله لحد اتصاب، في معانا برنامج كراس محصلات الاسبوع، بنجيب كل حاجه تشمل حصلت في الاسبوع، اهداف فوز فرق الكلام ده كله. لو في مناسبات، لو في اعياد ميلاد بننزلها طبعا للعيبه الكلام، بننزل لهم باركيات، في حاجات كتيره جدا احنا بنقدمها للعيبه.